وصلنا إلى ختام الصوم، وفي هذه المناسبة تختلط مشاعرنا بالبهجة والفرح، وأيضا بالتحذير لأنفسنا. أولا بنفرح، وده اللي بنلاحظه في الطقس بتاع الصوم اللي منكم بيواظب طبعا كل يوم جمعة وبقية أيام الأسبوع. الصلوات بيبقى مفاجأة وبتتقال بلحن فيها انسحاق شوية غير الأحد. يوم الأحد بنستخدم الدف وبتتقال ألحان بنغمات إلى حد ما فيها أكثر بهجة، وبيتقال لحن ميلاده. طب ليه النهاردة بيختلف؟ هو الحقيقة مش النهاردة بس، بحسب ترتيب كنيستنا إن الصوم الكبير نفسه بيبدأ بهذا الطقس بالفرح. يعني اللي يحضر فيكم أول اتنين في الصوم نلاقي بيستخدم الدف وبنقول مردات الأحد كأننا يوم حد. وبعد كده نبدأ رحلة الصوم في التوبة والانسحاب، ولكن نيجي بقى لما نختمه بالفرح برضه. يعني نبدأ بالفرح ونختم بالفرح، رغم ان الصوم رحلة توبة لكن مقترنة بالفرح. الصوم الكبير بالذات له قيمة كبيرة، وهو كبير مش عشان مدته كبيرة ولكن قيمته الروحية كبيرة. في ختامه خالص بنحتفل بأعظم الأعياد وهو عيد القيامة وعظمته بالنسبة لخلاصنا اللي فيه أعلم الله محبته للبشر العظيمة، المحبة اللي قالت عنها ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يبذل أحد نفسه عن أحبائه. وعشان كده احنا بنحتفل ونفرح بمحبة ربنا لينا. فطرة الصوم ايضا فيها نسك، فيها انسحاب لكن مقترن بالفرح، وده اللي يقول عليها معلمنا بولس الرسول: كحزانة ونحن دائما فرحون. فرحانين ليه؟ قبل المسيح ما يبدينا كنا يعني خاضعين للحكم ومقيدين تحت مملكة الشيطان. المسيح فدانا ومات لأجلنا وهو الحب الأعظم، وحررنا. إن حرركم الابن فبالحقيقة تكونون أحرار. ولكن للأسف بضعفنا البشري وبتهاوننا نيجي في السكة تبقى فيه وقعات وسقطات. طب الحل إيه؟ ربنا بيستمر في حبه لينا وهيئ لنا الأسرار والنعم اللي بيها ننال المغفرة من خلال التوبة والاعتراف والتناول. يقول: إن كنا ونحن بعض خطابة المسيح لأجلنا فكم بالحري ونحن مبررين به نبرز بحياته. يعني لما كنا قبل ما يفدينا مات لأجلنا،
طب بعد ما فدانا هيسيبنا كده؟ لا، يفضل فتح لنا الباب ويهيئ لنا المناسبات اللي فيها نستثمرها، نفوق وننتبه، زي ما شفنا في رحلة الصوم الطويلة أمثلة كتيرة للتوبة، وربنا فتح أحضانه دايما، سواء الابن الضال اللي خرج بكامل إرادته، سواء السامرية اللي أخطأت عن عدم معرفة وجهل وما اتخدمتش، كانت بعيدة عن الهيكل، فدي راح لها بقى بنفسه، سواء إنسان تملكت منه الخطية تماما وأصبح مكبل وعاجز عن القيام، مشلول بالخطية، ربنا بحبه وحنانه ما يسيبش ولاده يفتقدنا ويفتقد مثل هذا الإنسان، ولكن لا يشفيه رغم عنه، أو لا يقبل رغم عنه، ولكن يسأله أتريد أن تبرأ؟ يقول ليس لي أحد يرقيني. الكل يأس منه، أهله يأسوا منه، آباء الكنيسة والخدام يأسوا منه، مفيش فايدة فيه خلاص، فتركوه، ولكن ربنا يقول له أتريد أن تبرأ؟ وبعد ما يخفف يقول له أنت برئت الآن فلا تعود تخطئ لئلا يكون لك أشر. دي كلها نماذج خلال الرحلة. طب في الآخر بقى يحصل إيه؟ طبعا في الرحلة دي إحنا فرحانين، ربنا مازال بيدينا فرصة ويسعى لينا وفتح أحضانه يقول تعالوا إلي، ارجعوا إلي أرجع إليكم. الشاطر بقى اللي بيستفيد ويفرح بحبه ده ويستثمره وما يقسيش قلبه، يقول إذا سمعتوا صوته فلا تقصوا قلوبكم. لكن للأسف البعض يقسي قلبه ويفضل العمر يجري صوم ورا صوم، سنة ورا سنة، العمر عمال يجري 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 يجري، والإنسان مقسي قلبه، مش منتبه إن بيجي لحظة ويغلق الباب وخلاص انتهى الوقت. عشان كده يقول اليوم يوم خلاص والوقت وقت مقبول، إن سمعت صوته فلا تقصوا قلوبكم. لكن اللي ما يسمعش يقول له أم تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول أناته، غير عالم أن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة، ولكنك بقساوتك وقلب غير التائب تدخر لنفسك غضبا يوم الغضب واستعلام بينات الله العادلة. في بقى يحصل معهم كده، وده اللي حصل مع كتير من اليهود، عشان كده ربنا جه في الآخر وقال لها إيه في أورشليم، يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم من مرة، وشوفوا كم من مرة دي بتتقال قد إيه، كتير كتير كتير، ربنا حاول معاهم وبيحاول معانا بأنواع وطرق كتيرة، بالخدام بالأحداث بالظروف بالضرب بالتنبيه بكل وسيلة، في اللي بيستجيب وفي اللي ما بيستجيبش. قل كم من مرة أردت أن أجمع بنيك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم تريد، لأن في حاجة مهمة أوي أوي أوي، رغم حب الله لينا وأنه يريد أن الجميع يخلصون ولا معرفة الحق يقبلون، لكنه وهبنا الحرية، ولابد من أن تعلن إرادتنا وأن يكون رجوعنا بإرادتنا.
نقدرش نقول له توبني يا رب فأتوب. أعن ضعف إيماني، ليس لي أحد، لكن لازم لازم الإنسان بإرادته على قد ما يقدر يطلب. عشان كده يقول ولم تريدوا، فيقول لهم موازى بيتكم يترك لكم إيه؟ خراب. فهذه المناسبات زي ما بيقول المزمور الجبال تبتهج أمام وجه الرب لأنه أتى ليدين الأرض، يدين المسكونة بالعدل والشعوب بالاستقامة. الجبال الناس اللي في مستوى عالي روحاني أساسات في الجبال المقدسة بيبقى في ابتهاج. يعني المفروض المؤمنين كلهم بيبقى المناسبات دي مناسبات فرح وسعادة وبهجة، إن ادانا فرصة إن احنا نعيش وبيمتعنا بحب وفتح لنا أحضان، نبتهج ونفرح ويكتمل فرحنا بالرجوع. ولكن لازم نخلي بالنا انه اتى ليدين الارض في وقت للدينونه والحب، فننتبه نستغل الفرصه، ما نتهاونش ما نكسلش وما ناجلش. الدنيا بتجري بصوره غير عاديه والاحداث سريعه ومشاغل الدنيا تلهي. انتبه انتبه بسرعه وبفرح. يعيش الانسان فرحان في وسط الهموم، في وسط المشاكل، في وسط الامراض، طول ما هو ناظرين الى اليه بنعيش بفرح، لان كل اللي ناظروا اليه استناروا ووجوههم لم تغزل. الله يعطينا ان نكون في هذه الايام تكون ايام توبه وبركه وخلاص للجميع وسلام للكنيسه وللعالم كله. لا الهنا المجد الدائم الى الابد امين.